ليش نقول له علاش؟ على خاطر يمكن احنا المنتخب التونسي ما عندناش نجوم كبار، ما عندناش محرز، ما عندناش ما عندناش الملاعبيه الكبار، لكن ديما رياضيا المنتخب التونسي ديما يعمل المتوازن مع المنتخب الجزائري ومع الفرق الجزائريه، كنا ديما توانسه من الناحيه الرياضيه متفوقين. يمكن فما مشكل من الناحيه الرياضيه. شوف جزائر هذا هو تونس محمد، انت ما كنتش تخليني نحكي. انت محمد لا بس انت بتقول ما عندناش نجوم، امال الوهبي الخزري ده بيعمل ايه؟ ما همش نفس النجوم. لحظه خلينا نتواصل بس كان دائما نتميز في الرياضه، كنا دائما نوجدوا كجزائر دائما نوجدوا معها صعوبات في الرياضه، في كره اليد، في كرة القدم، في الجيدو، في الملاكمة، أنا نعرف هذه الأشياء، في السباحة، في ألعاب القوة، ألعاب القوة إحنا أفضل منكم شوية. ترجي واحد من أفضل الأندية، ما نتكلمش على العالم العربي، الأندية الإفريقية ومن زمان مش من اليوم. ولكن لما يكون تعيس في مباراة، تعيس في مباراة. تونس عندهم اليوم هما والجزائر والمغرب أكثر من مصر مثلا اليوم، عندهم منتخبات جيدة. منتخبات مرشحة للفوز بكأس العرب. مصر علاش؟ لأنه لما يخصوا خمس لاعبين محترفين، والدليل أنه في كل مرة يغير تشكيل ومدرب جديد، ما عندهمش التشكيلة الواضحة كما الجزائر وتونس والمغرب، ولو أن المغرب هو رقم نمبر وان اليوم، هو المرشح رقم واحد بالنظر لما شفناه لحد الآن، لا الجزائر ولا غيره. لكن ما تخلطليش هذه في شعبان، اسألني سؤال. تعرف شعبان في رمضان احنا نقولوها بالجزائر وتونس، ديريا وتونس نقولوها، انت لا تدخلوها، ما يخلطوا شعبان مع رمضان. حتى احنا نقولوها. فاسالني ما تدخلش الشامي في المغرب. اي والله اسالني واش عندك ضد تونس نقول لك واش عندك. احنا بالنسبه اسالني اي سالك شو عندك ضد تونس، اسالني واش عندك ضد تونس. مره واحد الوقت انت عندك مشكله مع المنتخب التونسي، خليني نجاوب. عندك مشكله؟ خليني نجاوب. عندي مشكله ورحنا افصح انا صحيت افصح هذا ابش قلت شنو مشكلتك مع التونس. يا والديك اعطيني، انا نعرفك انسان صريح ومش تعطيني الصراحه. تفضل صحيح. واحد الوقت قبل ما نتزوج، قبل ما نتزوج باش المدام تكون عارفه بانه قبل ما نتزوج حبيت نخطب وحده تونسيه وما حبوش يعطوها لي. لا بالعكس حقدت عليهم. نعم الناس بس عاد عندنا برشا تونس واخذين تزيريات يعني جزائريات وما حبوش يعطوها لي. هذا ما كان دوك عندهم الحق. انا اللي عندي الحق. اكتشفوك ضربات استباقيه، اكتشفوك اي صحيح، واكتشفوا طريقتك تعاملك مع النوادي والتنافسيه. حسوك ماكش حياتي هذاك، علاش ما طوالكش؟ لا لا قبل خافوا على بنتهم. لا لا خافوا على بنتهم من قبل ما نجي البين سبورتس. اه داكور. فمحبوش يعطوني بيك فضنوا بيك وهذا القلب وما يلد يعني كس حياة فعلا؟ كس حياة ولا خزاكر؟